هنري وأبيه وغيرهم الكثير، فعوض أندري أيو عنهم برأسية منحت التقدم لفريقه. على طول اللمسة من أساموري جيان بمهارة من أندري أيو. أيو جول 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 جول، عملوها تاني وسجلوا الهدف التاني، عملوها تاني وهدوا الشباك. هدف منتخب غانا بالطول والعرض مسيطر على كل مكان في الأرض. منتخب غانا ما يسيطرش، كورة على القائم الثاني والبلبولي مش ممكن، فرصة مش ممكن مش ممكن مش ممكن. هدف الثاني أيوه. Fez o 2 a 0. O Ayê, filho do Abedi Pelé, aumentou fazendo 3 a 0 ainda no primeiro tempo. لم يتأثر بالهدف، تأتي المحاولة، جول جول مباشرة أندري أيو الأول في الشباك الألمانية اللي كانت أندري أيو والمطلق نيانجو. أندري أيو والهدف، جوا جول جوا جول، هدف التعادل 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 للنجوم السوداء منتخب غانا. وكأنه تغيب غيابه على الساحه الافريقيه ولهذا تبقى المنافسه، ولكن بدايه اذا منتخب غانا هو الذي تقدم في النتيجه عن طريق ايو من ركله جزاء، حدث هذا في الدقيقه الرابعه عشرة اذا من الشوط. مارسيي اندري ايو لو باترون ليدر تكنيك دو سيت فورماسيون دي بلاك ستار كي ريست sur 4 demi-finales en Coupe d'Afrique des Nations. Ils auraient pu passer à la trappe, et bien non. والنتيجه هدف ثالث بتوقيع اندري ايو بعد عمل هجومي دقيق، ولأننا في إفريقيا فمثل هذه الصور لن تكون بالاستثناء بعد أن دخل يتقاتل أندري أيو. جول أنا دفاع تابع أندري أيو. أندري أيو أيو والتعادل، عودة أندري أيو يرجع للبلاكستر. منتخب غانا يرجع للمباراه بفضل هو ده الكلام. خلي بالك خلي بالك يا ولدي، اوفسايد اوفسايد يا سيدي اوفسايد يا سيدي. الحكم حسب هدف، الحكم حسب هدف، الهدف الثاني لاندري ايو. لابع ولا ايه؟ عايزين يجيبوا الهدف الرابع، خطرين جدا. اشتغل بعرض الملعب الى ضربه المرمى، بل هدف، لا هدف، هدف رابع، هدف رابع بسهوله جدا 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 يسجل الفريق الغاني. اليسار يا اندري، الشوطه من ايو، صفر با 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 با. اللاعب الكبير يبقى كبير يا على اندري ايو اللي خلف ماماش. شوف كيفاش حط المدافع في you